ضد الكسر لنيلي كريم اللي سبق وحكينا عنه أكثر من مرة، وكمان حكينا مع نجومه عن أدوارهم لما التقيناهم بالكواليس. وهلأ رح تشوفوا لقائنا مع المخرج أحمد خالد والمؤلف عمرو الدالي اللي حكونا أكثر عن تفاصيل المسلسل. أنت زين سيبي واحد زي ده يضحك عليك. عايز لما تشوف حلمة ودنك. شدتني من البرومو، نيلي كريم نجمة الناس بتستنى إطلالتها في رمضان. التعليقات دي وغيرها كتير ملت السوشيال ميديا من بعد مشاهد VIP طرح البرومو الخاص بمسلسل ضد الكسر، والكل اتحمس للصورة اللي هتظهر بيها نيلي السنة دي. الظروف اللي ممكن تخليك تتأخر عني. دراما اجتماعية بس من منظور مختلف، مش اللي هو الطبيعي بتاع الحاجات اللي هي بتبقى اجتماعي فيها احداث كئيبة او حزينة او كده او ميلو دراما شوية. لا، احنا بنحاول نعمل حاجة فيها تشويق وفي نفس الوقت اجتماعية وتكون معاصرة. عندنا الموضوع ترندي شوية، له علاقة بالسوشيال ميديا والمصطلحات اللي بدأت تبقى ظاهرة في حياتنا بشكل معين. ومن بعد ما تعرف ان نيلي هتكون بلوجر، الكل اتوقع انها تاخدنا لعالم لاكجري، واللي هيحصل معاها حدث مهم هيقلب حياتها وهتهتم بامور او بقضية اكثر عمق. ممكن ما تفكريش وتسيبي كل حاجة لوقتها؟ عالم السوشيال ميديا المتحكم فينا بشكل كبير جزء من الدراما الأصلية، بس هو المسلسل اجتماعي بشكل أكبر وبنعرض فيه شخصيات كتير وخطوط كتيرة جدا بتتقابل بالعرض وطول الأحداث بيأثروا في حياة بعض بشكل ما. يعني ينفع يتصنف اجتماعي سسبنس أكتر. انت أقل من كده بكتير، هي الدراما بتتبني على الصراعات والتحولات، ده طبيعي. والسنه دي في اعتقد ان كل الشخصيات مش بس نيلي، كل شخصيه عندها قصه وبتتحول تحول درامي كبير جدا، والتحول ده هنعيشه معاها من خلال طبيعه الاماكن اللي بيتصور فيها المسلسل. كانوا متهمني فيكي. التصوير بيتم بين اكتر من منطقه واكتر من مستوى اجتماعي حسب الشخصيات اللي موجوده في العمل، مش اتجاه واحد طول الوقت. فاحنا عندنا جزء فيه مستوى شعبي، عندنا حاجات فيها مستوى اجتماعي متوسط، عندنا حاجات فيها مستوى مفروض راقي. وبعد التحول الكبير اللي شافه الناس في شخصيه نيلي رمضان اللي فات والكوميديا اللي قدمتها في مسلسل بميت وش. بتعرف انجليزي؟ يس. ايه كمان؟ نو. رحنا في داهيه. فالناس كانت مفكره انها هتكمل السنه دي في نفس المود، لكن ده ما حصلش. واحنا سالنا المؤلف عمرو الدالي عن السبب، لان هو اللي الف مسلسل بميت وش وكمان ضد الكسر. يعني احنا كانت الفكره هي اللي سايقانا بصراحه، بس ما كناش عايزين نعمل حاجه كوميدي لانه احنا كنا طالعين من حاجه كوميدي ناجحه جدا، فما كناش حابين نكرر التجربه تاني. ممكن نعمل كوميدي تاني مره تانية ان شاء الله، بس هي الفكره كانت عندي وكنت عايز اعملها من زمان، ولما عرضتها عليهم عجبتهم. وترشيحه للتعاون مع نيلي للمره التانية كان من العدل جروب والمخرج أحمد خالد. المشروع بدأ إن الأستاذ جمال العدل كلمني، كده نقعد نتفق على مشروع السنة دي لنيلي كريم، وبعدين تم ترشيح المؤلف عمرو الدالي. والحقيقة يعني عمرو يعني مؤلف موهوب، كتب ورق محترم جدا، وانس احنا اتفقنا على خطوط العريضة بدأنا تحضير على طول ونشتغل دلوقتي مصور.